الأيام السينمائية للذاكرة المشتركة هو استقراء لماضي مشترك بين المغرب وإسبانيا. يتحدث التاريخ والجغرافيا ليرسمان ملامح التأسيس لعلاقات جديدة. وعبر حمولة إبداعية سينمائية تتنافس أفلام وثائقية مغربية إسبانية وفرنسية، وهي تحمل شعارا واحدا: استثمار الماضي لخدمة المستقبل. ومبتدأ الاشتغال على إعادة كتابة تاريخ العلاقة المغربية الإسبانية، ذلك أن هذه التوصية كانت توصية لآخر ندوة كنا قد اشتغلنا عليها بالرباط السنة الماضية بحضور كبار المثقفين المغرب والإسبان. هذه الخطوة أعتقد أنها خطوة تنجي الرئة، وكذلك تطلبت منا كثير من الوقت وكثير من الذكاء الجماعي. سلطت الأشرطة الضوء على التعايش بين الشعبين على مرار التاريخ، وعرجت على حروب وأحداث كتبت الذاكرة المشتركة للبلدين، محاولة بذلك التأسيس لابتكار وسائل جديدة للحوار. المهرجان شكل فرصة مميزة سمحت لنا بالغوص في الذاكرة المشتركة للمغرب وإسبانيا كصورة للتعايش التي تجمع الشعبين منذ سنين، والجانب السينمائي مكن من استثمار هذا الزخم وتقييم هذه الذاكرة لتقريب وجهات النظر والتحضير لعلاقات جديدة ترسم صورة مشتركة للمستقبل. أما ندوة الأيام السينمائية للذاكرة المشتركة فقد بحثت وتساءلت حول إمكانية إعادة كتابة تاريخ العلاقة بين البلدين كمدخل لمعالجة سوء الفهم الحاصل بينهما، كما شمل البرنامج تكريم الدكتور محمد نشناش والأستاذ خوان غويتيسولو من إسبانيا. في موضوع آخر، وقعت مجموعة